مقاييس ديال الدنيا المطوره هو اللي يجمع الفلوس بزاف وجمع الدنيا بزاف وعندو الوليدات، اعتقد هذا مطور. ولكن ارى النتيجه، واش غادي يبقى شي مال؟ واش غادي يبقى شي جاه؟ واش غادي يبقاو شي ولاد؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. فشكون هو اذا المطور؟ سيجاوبنا على ذاك الشيء الحديث اللي وراه لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، انه قال: كنت عاشر عشره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء اعرابي فقال: يا رسول الله، من اكيس الناس واشرف الناس؟ شنو اكيس الناس؟ هو المطور. شكون المطور يا رسول الله؟ قال: اكثرهم ذكرا للموت واستعدادا له قبل نزوله، اولئك الاكياس ذهبوا بشرف الدنيا وكرامه الاخره. المطور هو اللي وجد الدار الاخره، ماشي ما داهاش في الدنيا، لا، دار في الدنيا وتمتع في الدنيا لانها من المتاع. وسيدي ربي قال: قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل يا للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وجد الدار الاخرة، هذا هو اللي هو مطور. ولكن كثر من الذكر ديال الموت بزاف، اكثرهم ذكرا للموت. وما كافيش، لان شحال من الاطباء يشوفوا قدامهم الموتى، شحال من غسالات يشوفوا قدام الموتى، ولكن وجد واستعدادا له قبل نزوله اولئك الاكياس. فنطلب الله عز وجل نكونوا ممن يكثر ذكر الموت ويعد لهذا الموت ولما بعد الموت. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.